هذا كان عليك لهون. بتاريخ 14/10/2017 كان يوم السبت، تم ضخ المياه من قبل المكتب الخدمي في المجلس المحلي في بلدة رام حمدان. تبين من ضخ المياه انه المياه كانت ملوثة. للأسف شديد انه وصلت للأهالي وتم تناولها في بعض العوائل. المجلس المحلي مباشرة يعني خبر الأهالي انه المياه وصلت ملوثة. طبعا كلياتنا نعرف انه المياه الملوثة بتسبب العديد من الأمراض، الأوبئة، الكوليرا، التيفويد وما إلى ذلك من الأمراض. طبعا خبرنا جميع الأهالي انه يقطعوا المي عنهم، ونحن سكرنا اللوالب بكوننا المجلس المحلي. أنا كمدير مكتب الإعلامي ناشدت جميع المنظمات، جميع الجهات المعنية، طلبت الكل بتقديم يعني أدنى الخدمات ولو معدات، آليات، خبرات، لأني صراحة هي كارثة أكثر ما أنه تكون أنه مشكلة تلوث مياه. طبعا هي المشكلة ناتجة عن كسر في أنابيب مياه الشرب، وهذا الكسر يعني ناتج عن غياب ورشات الصيانة خلال فترة الحرب اللي هي 6-7 سنوات.